بدك كوكتيل ابيض غالي. كوكتيل ابيض بس 350 بس حلو. هذا اليف طبعا يعني بنحمل على اليف. نعم شوف هذا الكوكتيل، هذا الكوكتيل العادي، هذا الكوكتيل العادي، هذا الكوكتيل الابيض بيجي غالي. العادي قديش حقه؟ يعني بتحكي الجوز 200 شيكل. الجوز 200 وهذاك لحاله الابيض هذا 350 لحاله 350 عشان اللون. حلو والله الابيض بجنن ما شاء الله. طيب كمل التنانير كله. هذا هذول طيور الحب. لا وجيت ببالك كان شفت الشغيار ما شو بعرف يعني. انا كله بشوف معرك كنت بدي طبعا كنت بدي اشوف اياك كيف بدك تعرف انه بياض ولا لا؟ كيف؟ اول شيء من حجمه، حجمه والاهم من شيء الذكر بقول كله ازرق غامق جدا اللي هو اللي ايوه اللي بكون منقاره ازرق، منقاره ازرق غامق. والانثى بتكون منقارها بني غامق. الانثى بني غامق والازرق والذكر ازرق غامق. ايوه هذا بكون جاهز. جاهز. طب هذول جاهزات شكلهم لا؟ طبعا. طب حط لهم شيء بايبوكس. ما هذا يومين ثلاثة بروح كله، انت عارف. صحيح.